أثناء الحرب العالمية الثانية حصل جندي على إجازة تسمح له بالعودة إلى بيته، وما إن وصل إلى الشارع الواقع بالقرب من منزله حتى رأى شاحنة عسكرية متوقفة محملة بالجثث، وعرف أن العدو قصف مدينته. كانت الشاحنة تقل عشرات الجثث الهامدة وتستعد لنقلها إلى مقبرة جماعية. وقف الجندي أمام الجثث المتكدسة ليلقي آخر نظرة عليهم، وإذا به يلاحظ أن حذاء في قدم سيدة ما يشبه حذاء سبق أن اشتراه إلى زوجته. توجه إلى بيته مسرعا للإطمئنان عليها، لكنه سرعان ما تراجع وعاد إلى الشاحنة من جديد ليتفحص الجثة، فإذا بها زوجته. بعد صدمته لم يشأ الجندي أن تدفن زوجته في مقبرة جماعية، فطلب سحبها من الشاحنة تمهيدا لدفنها بشكل لائق. وخلال عملية النقل تبين أنها لا تزال تتنفس ببطء وصعوبة، فحملها إلى المشفى حيث أجريت لها الإسعافات اللازمة واستعادت الحياة من جديد. بعد سنوات على هذا الحادث وانتهاء الحرب، حملت الزوجة التي كادت أن تدفن حية ووضعت صبيا اسمه فلاديمير بوتين، وهو رئيس روسيا الحالي.